مصير كل إنسان مهما كانت شخصيته، كان رئيسا، كان وزيرا، كان طبيبا، أستاذا، غنيا، قويا، هذا هو المكان الذي كتبه الرحمن في القرآن، وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Chacun ici bas pour périr, seul le visage de ton Seigneur demeure. خاف الله يا ابنه يا ابن ادم، لا تخرج من بيتك حتى تتعلم كيف تعامل غيرك. حرام على الانسان يخرج من داره ما يعرفش يعامل جاره. L'ignorant sort de sa maison comme sort le bison. قالوا الشيطان. الرسول يقول عليه الصلاة والسلام: لكل شيء طريق، وطريق الجنة العلم. مو الصلاة كي تصلي كما أنت تحب، لا، وأقيموا الصلاة. ما قال صلي عز وجل، قال وأقيموا الصلاة. كيف يصلي ويدخن؟ كيف يصلي ويدير هذاك الخبيثة، الريحة الخبيثة فيه فمه؟ كيف هذا؟ نعم، قال عليه الصلاة والسلام: أعجب لأمر المؤمن لا ينجس حي ولا ميتا. نعم، تقي نقي. لما؟ لأنه قد تطهر بالقرآن. اسمع جيدا، إذا كنت تفهم بإذن الله، فإن لم تفهم فاسأل أو جالس. قال عز وجل: قد أفلح من زكاها. ما معنى ذلك؟ قد يعني فاز. نعم، من طهر نفسه بالقرآن العظيم. وقد خاب أنا، وقد خاب من دساها، من أهملها وترك القرآن. بغير القرآن لا تنتظرون رضا الرحمن. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. إذا العودة إلى القرآن، العودة إلى ما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام، وبذلك نسعد وبذلك نفوز. كيف في القرآن بأيدينا ونحن نهان؟ الأوائل جل وعلا مكناهم في ظرف زمن قصير، 23 سنة، صاروا سادات العالمين ممدوحين في كتاب الله. وانظروا إلى حالي الآن، 23 قرن تقريبا لم نصنع علبة كبريت. سبب ذلك الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. إيش معنى الهاكم؟ بمعنى شغلكم بدنياكم انساكم في هذه المغاهي. لا شيرو شير فو ديستري لي جاكتونس لي كابريس لي جويسونس. قال تعالى: إن الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تكون النار والنار مثوى لهم. لي ميكريون جويس اي مونج كوم مونج لي بيسيو. قالوا الشيطان. الرب عز وجل يقول: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. إن شرطية، إن كنتم مؤمنين. با دينيوميني با دو باسيس. Vous êtes les plus ou les plus forts. Vous vivrez une vie paisible si le conditionnel, si vous appliquez les critères du Créateur. القبر هذا، قال عليه الصلاة والسلام: القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفار النار. أنت ما تزرع تحصد. سكون سامو ريكولت. الذي يزرع الشوك يجني الجراحة. celui qui sème les épines récolte les blessures. يا الشيطان، ارجعوا لربي يا ناس. خافوا الله. الخالق هو الله، الرزاق هو الله، المحيي هو الله، المميت هو الله. كيف تذهب الى قدور ولا كريستيان؟ اللهم اغفر له. امين. اللهم اغفر له. امين. اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد. امين. اللهم نقيه من الخطايا. امين. كما ينقى الثوب من الدنس. اللهم اكل نزوله. امين. واسلم ادخاله. اللهم ابدله دارا خير من داره، واهلا خير من اهله، وزوجة خير من زوجته. اللهم ثبته عند سوء الملكين. امين. واجعل قبره روضة من الجنة لا من حرم النار. اللهم ادخل فسح جنتك مع الاخيار الاطهار الابرار. اللهم ارزق الصبر والسروال، واجمع شملنا وحد كلمتنا واجعلنا اخوانا. اللهم احسن خاتمتنا. امين يا حي يا قيوم. سبحان الله ورسوله، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.